احنا في الحد الثاني من رحلة الصوم المقدس، ورحلة الصوم المقدس دي رحلة جميلة ولذيذة كلنا بنستمتع بيها وبننتظرها من السنة للسنة علشان نجدد عهودنا مع المسيح. وعلشان نجدد عهودنا وحياتنا الروحية ونبتدي صفحة جديدة مع المسيح في هذا الوقت الجميل من السنة. والموضوع اللي بيدور عليه قراءة الأسبوع ده كله هو موضوع التجربة، وكلنا عارفين إن التجربة جت بعد المعمودية، بعد ما السيد المسيح اعتمد من يوحنا اقتادوا الروح في البرية ليجرب من إبليس. حتى زمان في بداية في الثلاث قرون الأولى من المسيحية كان يبتدوا الصوم الكبير مباشرة بعد عيد الغطاس، على أساس النص ده يعني. لكن الآباء رأوا بعد كده إنه من الأنفع إنه ينضم أسبوع الآلام على الصوم الكبير علشان تبقى الفايدة الروحية كاملة، وما يكونش في فترة فطار في الوسط ما بين الصوم الكبير وما بين أسبوع الآلام. وارتبط الصوم في كل الكنائس التقليدية، سواء الكنائس الأرثوذكس الشرقيين أو البيزنطيين الخلقدونيين أو حتى الكاثوليك. كل القراءات اللي احنا بنقراها دي في السبع أحاد بتوع الصوم هيها نفس القراءات في نفس الكنائس التقليدية، وده بيؤكد ان ده تقليد قديم جدا جدا في الكنيسة، واعتادوا الآباء ان هم يقرأوا في الكنائس نفس الموضوعات اللي هي موضوع الكنوز وموضوع التجربة على الجبل وموضوع الابن الضال والسامرية والمخلع والمولود أعمى. وارتبط الصوم الكبير بالتجارب، يعني كل القديسين يقولوا ان الشيطان في الصوم الكبير بيبتدي يشعر ان مملكته بتهتز، لان الناس بترجع بكل قلوبها للمسيح والناس بتبتدي تصوم وتصلي. والسيد المسيح قال ان هذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالصلاة والصوم. فلما بيشعر ان هو هيخرج من مملكته او يطرد من مملكته بيبتدي بقى ايه يحاول يقاوم بكل قوته. وفي الصوم الكبير بتبتدي المؤمنين يشعروا بان الشيطان بيجربهم اكتر واكتر ويحاربهم اكتر من الايام العاديه في السنه. فكلما يملك المسيح على حياتنا تنحسر مملكة الشيطان وتزداد الحرب معاه. واحنا عارفين الثلاث تجارب اللي عملهم مع السيد المسيح. اول تجربة هي تجربة التشكيك في وعود الله، زي ما عمل مع حواء بالظبط، يعني بيقول له ان كنت ابن الله، بيشككه ويشكك اللي هيسمعوا الكلام. إن كنت ابن الله قل هذه الحجارة أن تصير خبزا، زي ما قال الحواء بالضبط. أحقا قال لكم الله، يعني بيقول لحواء كده، هو معقول يقول لكم كده ربنا من جميع كل شجر الجنة لا تأكله؟ فهي قالت له لا، هو ما قالش من جميع شجر الجنة، هو قال من شجرة معرفة الخير والشر، اللي يأكل لا تأكل منها ولا تمسها.
وهو المسيح ما قالش لا تمسها، فالشيطان عرف انها مش عارفة الوصية كويس، يعني ابتدى يشككها لانها هي كمان مش حافظة الوصية كويس. وده المدخل اللي بيدخل منه الشيطان لكل المؤمنين. يشكك في أي أمر من وصايا السيد المسيح، يجي يقول لك كده، يعني معقول المسيح يقول من لطمك على خدك حول له الآخر؟ ده كلام يتصدق؟ في حد يقدر يعمل كده الأيام دي؟ في حد يقدر يعمل كده؟ هو ربنا عايزنا نبقى ملطشة يعني كل واحد كده يلطمني على خدي الأيمن أحول له الآخر أيضا؟ يشكك دايما الشيطان في وصايا المسيح. طبعا السيد المسيح كان يريد من هذه الوصية إن احنا نعطي دايما فرصة للسلام، بنعطي فرصة للسلام فبنجد فرصة للسلام والحوار مع الآخر. فلأني لو ابتدى، لو اللي أنا لطمني اللي لطمني لطمته، يبقى ابتدت الحرب. لكن السيد المسيح بيعلمنا إن احنا نعطي فرصة للسلام. فدايما الشيطان يشككنا في وصايا المسيح. وفي التجربة الثانية اللي هي شهوة العيون، شهوة العيون لما الشيطان كده هو ايه يقول له، ياخده على جناح الهيكل ويقول له القي بنفسك من فوق جناح الهيكل وانا هبعت الملائكة تحملك لألا تعصر بحجر رجلك. فيبقى اللي باصص ناحية الهيكل مش هيشوف بقى الهيكل ساعتها، هيشوف اللي نازل ده والملائكة بتشيله، يبقى بيصرف أنظرنا عن الهيكل. ودايما شهوة العيون بتعمل كده، بتصرف أنظرنا عن الله في حياتنا. يبتدي يحاول بكل طريقة الشيطان إن هو يبعد نظرنا عن كلمة الله وعمل الله في حياتنا. يعني الدنيا النهاردة مليانة إعلانات، كل شيء بيعلن يعملوا عنه إعلانات، والإعلانات دي هي اللي بتبعد نظر الناس عن الاحتياجات الحقيقية ليها. يعني أنا ببعد عن احتياجاتي الحقيقية وابتدي أتغش بالإعلانات، وممكن أنساق وراء الإعلانات وأمشي وراها وأبتدي أجري وراء شهوة العيون. لكن في الحقيقة المسيح عايزنا أن احنا نركز عيوننا عليه، ما تبعدش عيوننا عن الفردوس، ما نجيش زي حواء كده هون يجي الشيطان يقول لنا كده انتوا مش هتموتوا. لا، لكن ربنا عارف انك لو اكلتوا من الشجرة دي هتصيروا مثله، عارفين الخير والشر. فيبتدي الشيطان يلفت نظرهم ببضاعة جديدة، ببضاعة جديدة غير الوصية اللي قالها السيد المسيح، فيسيب وصية المسيح ويلتفتوا للبضاعة بتاعت الشيطان. الشيطان ملهوش سلطان علينا في أي شيء، ليس له سلطان. لم يعطي الله الشيطان أو إبليس سلطان على الإنسان أبدا، لكن إبليس هو مجرد إيه، زي ما بيقولوا الآباء عليه، فتال حبال، ينصب شبكة، فتال حبال، يعمل لنا شبكة ويعرض لنا بضاعة كده يغرينا بيها فتقع رجلنا إيه في الشبكة. إحنا بإرادتنا بنبعد عن وصية المسيح ونروح لوصية الشيطان. وفي التجربة الثالثة خد السيد المسيح فوق جبل عالي وقال له أعطيك كل هذه الممالك إن خررت وسجدت لي. تعظم المعيشة، تعظم المعيشة. يبقى تعظم المعيشة ده الإنسان دايما بيقع في التذمر،
شعب إسرائيل كده وهو خارج من أرض مصر، ربنا شق البحر قدامه، وربنا نزل لهم المن من السماء، وربنا شق الصخرة ونزل لهم مية من الصخرة يشربوا منها، وكانت الصخرة تتبعهم، المية ماشية وراهم طول 40 سنة، لا عطشوا ولا جاعوا، لكن يتذمروا على موسى ويقولوا له أنت خرجتنا من أرض مصر عشان تجيبنا تموتنا في البرية، فين أرض مصر اللي كان فيها قدور اللحم والبصل والكرات والبطيخ، فين؟ احنا عايزين نرجع لمصر. كل المعجزات دي ربنا عملها لكم وعطاها لكم ونسيتوا كل ده وعايزين ترجعوا لأرض العبودية تاني. هو ده اللي بيجعل الإنسان دايما يتذمر على العيشة اللي هو عايشها، ما يشكرش ربنا أبدا، يقول فين فلان أحسن مني وفلان أحسن مني، ويبتدي يتعظم ويطلب إن هو يكون أعلى من مستواه، يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي. بولس الرسول يقول لا يرتقي أحد فوق ما ينبغي أن يرتقي، بل يرتقي إلى التعقل، يرتقي إلى التعقل. ودول الثلاث تجارب اللي احنا كلنا بنتجرب بيهم، مفيش غيرهم، هم دول اللي بيسقطوا البشر في طول الأرض وعرضها. حتى القديسين اتحاربوا بالثلاث حروب دول، وعندنا المثال الجميل اللي هو داود. داود اتحارب بالثلاث حروب دول، اتحارب بشهوة الجسد لما أكثر نسائه، تزوج بنساء كتير، تزوج بست نساء في حبرون قبل ما يملك في أورشليم، ولما ملك في أورشليم تزوج بامرأتين أخرين، بقى عنده 8 زوجات. شهوة الجسد وشهوة العيون، لما صعد على السطح ورأى امرأة جاره، في حين ان الوصية بتوصي انه في سفر التثنية ان اللي يبني بيته ويصعد على السطح يعمل سور للسطح، يعمل حرم للسطح علشان ما يبقاش البيوت مكشوفة كده، يعمل حرم لبيته، لكن هو لم يلتفت للوصية ونظر إلى بيت جار وسقط في شهوة العيون، وسقط في تعظم المعيشة لما أراد أن يحصي الشعب. داود كده في يوم كده بعد ما استقرت المملكة وكسب الحرب كده هو فكر ان هو ايه يحصي الشعب علشان يجمع ضرائب بقى ويشوف بقى الشعب بتاعه ده يساوي كام، يعني في حين ان ربنا كان علمهم برضو في سفر التثنية ان لا يحصى الشعب الا لتقديم العطايا للهيكل، يعني لتقديم البكور للهيكل بس. لكن داود سقط في تعظم المعيشة، فربنا ساعتها عرض عليه 3 عروض إن هو يعاقبه بعقاب من الـ3، فاختار العقاب بتاع الوباء، لأنه قال السقوط في يد الله خير من السقوط في يد إنسان. لكن في قصة حياة داود برضو وجدت مثال جميل للانتصار على التجربة، يعني أنا بشبه حد التجربة ده بحد الانتصار اللي انتصروا المسيح علشان خاطرنا، احنا بنقول صام عنا فهو انتصر لنا، يعني زي ما يكون كده، يعني مع الفارق، يعني أشبه تشبيه شبابي شوية، يعني لما يكون فريق كده هو مثلا ايه بينهزم في كل المباريات وحيسقط من الدوري مثلا، ويجي كده ايه رئيس النادي كده هو يقرر ان هو يشتري لاعيب كده هو ايه محترف يكون ايه غالي ثمنه غالي علشان ايه ينقذ الفريق بتاعه من السقوط من الدوري مثلا. ففعلا كده ايه
اللاعب ده يقود الفريق بتاعه للانتصار ويفوز كده هو في كل المباريات وإيه ويفوز بالدوري كله مثلا. أهو ده اللي عمله معنا المسيح. في حد التجربة ده السيد المسيح كده هو اللي كده يعني بنعتبره أغلى شيء عندنا اللي نحبه هو أكتر من كل شيء في الدنيا، هو اللي مشي قدامنا كده وانتصر وفاز وخدنا معاه كده هو بعد ما كنا هنطرد من الحياة الأبدية، هو خدنا معاه كده هو ودخل بينا إلى الفردوس. اللي عمل الحكاية دي برضو داود النبي كده هو لما جه يحارب جلياط، كان سنه صغير جدا، كان شاب كده هو لسه ما كملش 16 سنة، ووالده بعته كده علشان يفتقد سلامة إخوته، ياخد لهم خبز وياخد لهم جبنة ويفتقد سلامتهم وشوية فريك ويروح يطمن عليهم. وأول ما راح هناك شاف جولياد ده هو عمال يعير شعب إسرائيل، وأخوه كده إلياب الطويل العريض ده اللي كان صموئيل النبي فاكره هو هيبقى المسيح، يعني هيبقى الملك، يعني واقف برضو خايف من جولياد. كلهم واقفين خايفين، إخواته وكل الجنود واقفين خايفين من جولياد. فيجي كده داود كده يطلع كده في المقدمة ويروح يقابل الملك ويقول له أنا هزمت أسد وهزمت دب ولبوة لما جم ياخدوا خروف من الخرفان بتوعي، سيبني بس أنا أطلع وأحارب جولياد ده وأنا أمحو العار عن إسرائيل. فيروح كده ياخد 5 حجارة ناعمين وياخد كده حجر واحد بس منهم ويضربه في رأس جولياد الجبار ويموت جولياد ويقطع راسه وينزع العار عن شعب إسرائيل. والآباء بيشبهوا اللي عمله داود ده باللي عمله المسيح معانا. اتبدل الحال اتبدل بعد ما كانوا كلهم واقفين خايفين من جولياط ومنكسرين ومش قادرين يقتربوا منه، قدروا يهجموا على كل بلاد الفلسطينيين ويطردوهم من كل البلاد اللي هم خدوها من شعب إسرائيل، وتحول حزنهم لفرح وتحول هزيمتهم لانتصار والخوف بتاعهم وانكسارهم إلى نصرة عظيمة. فالتلات حاجات المهمين اللي استخدمهم داود علشان ينتصر على جولياط، أول حاجة الطعام اللي جايبه لإخواته، الطعام ده الغذاء اللي هيسندهم في الحرب. كلنا في الحرب بتاعتنا مع الشيطان محتاجين إن إحنا نتقوى بالطعام اللي هو الفريك اللي هو الخبز اللي هو كلمة الله. ده ضروري إن إحنا كلنا في الصوم الكبير كده إن إحنا نتقوى بكلمة الله. يعني اللي متعود يقرأ كل يوم إصحاح من الإنجيل يقرأ 2 في الصوم الكبير، اللي متعود إن هو يصلي 5 دقايق كل يوم يخليهم 10، اللي متعود إن هو يرنم ترنيمة يقول 2، يعني كل كلمة الله ضعفها في الصوم الكبير علشان تقوى وتقدر تقاوم التجارب بتاعت الشيطان. وتاني حاجة خدها داود معاه
القوة اللي خدها من وعد الله وعود الله. يقول له أنت تأتيني بسيف ورمح وأنا أتيك بقوة رب الجنود، واخد معاه الوعد. إحنا ربنا ادانا وعود كتيرة ونسينها. ربنا قال كده: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. وإحنا بنلجأ للعالم، بدل ما نلجأ للمسيح بنلجأ للعالم. السيد المسيح وعدنا وعود جميلة كتير. يقول أنا معكم إلى نهاية الأيام وإلى انقضاء الدهر. لكن إحنا بنترك المسيح ونذهب إلى شهوة الجسد والعيون وتعظم المعيشة. يبقى الوعود بتاعت ربنا ناخدها معانا وإحنا بنحارب الشيطان. وتالت حاجة خدها معاه الخمس حجارات النعمين دول، خمس حجارات ملس أخدهم الشيطان معاه، أخدهم داود معاه علشان يحارب الشيطان اللي هو جوليات. خد حجارة كده ناعمة كده وحطها في المقلاع بتاعه وضرب بيها رأس الشيطان أو رأس جوليات. والآباء يشبهوا الخمس حجارة الناعمين دول بخمس أصفار بتوع موسى، خمس أصفار موسى. وهو كان سفر واحد كافي إن هو يهزم به الشيطان. يعني كلمة وعد واحد من وعود المسيح كافي إن هو نهزم به الشيطان. يعني حصوة واحدة من الخمسة كانت كافية إنها تهزم الشيطان. السيد المسيح رد على الشيطان بكل كل الثلاث ردود اللي ردوهم عليه في الثلاث تجارب، كلهم من سفر التثنية، كلهم من سفر واحد من أسفار موسى، من سفر واحد من أسفار موسى قدر يهزم الشيطان. شوف احنا عندنا كام سفر في الكتاب المقدس. كان الآباء كده هو يعلموا الرهبان اللي داخلين حياة الرهبانة الجديدة، يغيروا له اسمه ويدوا له اسم واحد من القديسين اللي عنده فضيلة، يقول له يقولوا له جاهد طول عمرك عشان تاخد فضيلة القديس ده. يعني يسموا راهب مثلا إبرام علشان يبقى عنده فضيلة العطاء. خلي لو انت كسبت الفضيلة دي هتقدر تهزم كل حيل الشيطان. يسموا واحد مثلا عطية الله مثلا، وياخد كده فضيلة العطاء ويعطي كده، فيكسب بفضيلة واحدة يكسب الملكوت ويهزم الشيطان بفضيلة واحدة بس. فكل واحد فينا يشوف كده في الصيام ده فضيلة يتدرب عليها، وبالفضيلة دي يقدر يهزم خطايا كتير هو بيقع فيها. يبقى عايزين نتذكر دايما في أحد التجربة انتصرنا على الشيطان، ده حد النصرة. مش عايزين نسميه بقى تجربة وهزيمة، لكن عايزين نسميه حد النصرة، انتصرنا على الشيطان. كل واحد فينا يفكر إزاي ينتصر على عادة سيئة أو على شهوة أو على خطية هو واقع فيها. والحد ده مناسب جدا إن احنا ناخد من وعود الله وناخد من كلمة الله وناخد من فضائل القديسين علشان ننتصر على الشيطان. له المجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين.